استاذ محمد الامانه اليوم نطتك هذا السوق تمام، ما خلت لك في شروط معينه، قالت لك انه اعطيك اياه بهذا المبلغ، بس انت ما مو من حقك ترفع الاسعار الحج هذا المبلغ اللي انت حاليا قاعد تطلبه من عندهم، ما حاطط لك فد سعر معين انه تاخذه من اصحاب المحلات وتركيفك. لا هي مو كيف السوق وتركيفك. لا هي مو كيف هي الامانه، قبل ما اجي انا اخذ السوق انا صار 6 سنين ما اخذ السوق قبلي، والسوق من يعني من 2006 2007 صار لك ايش قد ما اخذ هذا السوق؟ هاي العقد الثالث يعني 6 سنين. 6 سنين يقولون كل سنتين يجينا واحد. لا هو عن نفسي. يلا كم؟ تمام. هي مزايده. هسه انا بالامانه اذا تجين حساب الامانه حاسبين عليه 450 محل. أي. اذا هسه الجلد هاني واجي طلع 150 محل وانا جاي ادفع مال 450 محل. هو 400 محل هذا السوق؟ اذا طلع 400 هسه اذا جردناه وطلع 400 انا متنازل بفلوس السوق كلهم. ايش كم محل عادة؟ المشغولات كلهم هسه المحطوطات هسه المشاغلين هم 152 محل. ومستعد للجلد لجنه من عندكم او من الامانه. زين وبالعقد كان 59 محل؟ لا بالعقد مكتوب 450 كشك يسمونه مو محل. اي كشك دكان. اي دكان يعني مكتوب 450 عندي نقص 300 محل. ومحسوبه عليه منه. ايش كاتب بالعقد؟ الامانه؟ اي لا هي احاله ست. احاله. اي طبي المزايده من بالمزايده. ايش قد مكتوب بالحاله؟ ايش كم محل بهذا الدكان؟ يقولون بالمزايده 450 محل. اي احنا ايش قد هسه من جردناهم؟ 152 يعني عندنا نقص 300 محل. وينهم؟ ما موجودات. لا شلون كانت؟ ليش؟ يعني كانت اكو صبات، كان اكو ناس مسوي لك شاكه، لان كل المجهودات هو كله تشينكو هذا، ماكو محلات جوا، ماكو بناء، كله تشينكو. هو هاي واقع حال. اي انت ماخذها قاع وموقيهم يا قاع وهم اللي يسوون. لا انا جيت لقيت هيك. اي هم اللي مسويها اصحاب المحلات يعني. لا هو قبلي، كان قبلك متعهد، قبلي وقبلي. يعني هو اول ما توزع هو على كل شكل اكشاك. طيب استاذ قبل ما بدي اختمي حضرتك حتى اخر شيء سؤال توضيحي، من ذكرت انه هذا العقد من طيب المستثمر 193 مليون، انتم عندكم علم انه هو ايش قد راح ياجر المحلات للعالم؟ فارضين له في السعر معين اللي هو كيف ياجر؟ كيف يخلي السعر المعين اللي هو يريده؟ احنا عمليه التاجير هي تعرفون هي عمليه تجاريه، يعني مثل ما تكون امانه بغداد انه رغبتها في تاجير الاملاك واستيفاء بدلات ايجارها، ايضا هو المستاجر انه هم كعمليه تجاريه الى يبحث عن هامش من الربح اضافه الى رسوم الضرائب او الرسوم البلديه اللي يتحملها كذلك. يعني ال 195 مليون تكلمت عليها مبلغ العقد الذي يسدد الى امانه بغداد، هناك تحميلات على هذا العقد هي الضريبه اللي تدفع الى الهيئه عمل الضرائب، الرسوم المهنه والاعلان واجور النظافه الى الدار البلديه يومية دولار. اضافه الى اضافه هذا عمل الدوائر ماكو اي خدمات ياخذون من عندنا، ماكو اي خدمات. نعم فهذا هذا كله يكون بنظر اعتبار، بس ما يكون عذر انه يكون وسيله اثراء على حساب الشاغلين لهذا السوق.